مساء الخير حبايبي، مساء الخير جمهوري، مساء الخير جمهور الأغنية المغربية عامة. في العادة أنا معروفة هي ما كنديرش شي لايف، ما كنديرش ديريكت، ما كنديرش فيديوهات بحال هكا، لكن اليوم اضطريت ولو أنني شوية عيانة. بون بالنسبة لصحتي باش تطمئن الجميع، المشكل اللي عندي صحيا عندي الكلاوي، وجو بونس الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال اللغه راه عارفين المرض ديال اللغه والحريق وشنو، يعني مره كيتفاجئني هذا الشيء. انما المرض اللي مرضت اليوم اكثر من مرض الكلاوي، وهو انني بكل صدق جاتني بكي على الاغنيه المغربيه او على الفن عامه في المغرب، والاتصالات اللي جاتني من البارح اليوم بصراحه شيء حشومه. كاع نتكلموا في هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا الظرف اللي هو فيه مشاكل اخرى، في هذه الجائحه، في هذه المشاكل الاغتصاب، في هذا بزاف الحوايج. انا حتى الفرحه ديالي بنتي الماس الميلاد خليته اجلتو، عملي مع سين عمان اجلتو علاش تتفوت هاد النكبات. تنعيش عشنا حزن مع رحمه الله مسكين داك الوليد عدنان، فما يمكنش المغرب والجمهور المغربي والشعب المغربي اللي فرح الازدياد الماس يعني ما نكونش غنكون نكره الجميل لهاد الناس ونكره الجميل للناس اللي كيحبوا لطيفه، باش انني نفرح بوحدي ونوض كنعمل في حفلات بنتي ونعمل لها هذا. مع العلم انني كنت غنعمل لها السبوع وعيد ميلاد الحمد لله. اذا اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع شائع اليوم وكيبكي كما قلت، وهو موضوع الدعم. الدعم اللي هو من 2008 وحنا كنسمعوا بهذا الدعم. في 2008 انا الحمد لله انا وبعض الرواد الكبار اللي تشرفنا بالبطاقه الفنان من عند صاحب الجلاله نصره الله محمد السادس، وكان املنا انه هذيك البطاقه ياخذ المشوار ديالها، تاخذ المشوار ديالها وزاره الثقافه. انا بالنسبه لبطاقه الفنان اللي عندي، الحاجه الوحيده اللي كندير بها هو انه كنعتز بها عندي دائما البورتفوي ديالي، لدرجه ان اخيرا طلف لي البورتفوي بكيت عليها اكثر هي، ولو غتصاوب لي وحده اخرى او تصاوبت لي وحده اخرى، ولكن هذيك خديتها من عند سيدي الله ينصرو، تحطات لي في يدي من عنده، فكانت عندي عزيزه بزاف والحمد لله لقيت البورتفوي ولقيتها. لكن الجوهر ديال داك البطاقه يا وزير الثقافه اشنا هي؟ انا ما فهمتش علاش المناصب كتاخذ من غير بانه انا صاحب الجلاله، او كتوصلوا المناصب يعني ما عرف يعني كتوصلوا مناصب كيعطيكم منصب او كتاخذوا منصب خلال الحكومه ديالكم باش تقوموا بواجبكم. لكن انا اليوم كنتكلم بحرقه، ولا ما غنتكلمش انا كرائده كما يطلق علي، يعني يسمى ان الله تفرع في اسم رواد الفن، لما تكلمتش على الشباب، لما تكلمتش على الناس اخرين اللي مضرورين، راه انا اللي سكت على الظلم فهو ظالم. اللي وقع مليار و400 مليون خرجت البارح او البارح، انا ما كنتشبعش ما كنشوفش، لانني انا ما كندفعش، عمري دفعت دعم، عمري غنيت على حساب شي حد. يعني انا من نهار اللي خرجت الميدان الفني، هذا باش تعرفوا ما كنعرفش الديريكت التليفون كيطيح لي، من نهار اللي خرجت الميدان الفني وانا كنتج نفسي من 85، كنت مع المرحوم رحمه الله طليقي اللي هو كان مدير اعمالي، في نفس الوقت عندنا شركه اضواء المدينه، كنا ننتجو نفسنا، كنتجو نفسنا وكنوزعوا نفسنا وكنوزعوا اغاني الناس عبد المجيد عبد الله محمد عبد الوهاب، يعني الناس محمد عبدو، يعني الناس اللي في الخليج كنجيبوا لهم التوزيع هنا، وكنخرجوا الاغنيه المغربيه برا. من بعد وقع طلاق وليت انا كنتج نفسي، ولا عمر شي حد نتج لي، فقط ما كانش الانتاج وانما الكولابوراسيون مع صوت القاهره اللي هو رشيد حياك صاحب شدائد اف ام، في واحد الوقت وجيز البوم واحد الخالدات، وتبقي كل نجاته لطيفة رأفت من مالها الخاص. يعني عمري انا عمري ما عملت انتاج دعمني شي حد. لكن مي توصل وزارة الثقافة انها تفرق البارح ولا اول البارح مليار و400 مليون لاسماء غير معروفة، انا كنشوف واحد لاليست جاتني، لان انا ما كنتش غنبغي نبحث هذا الشيء، لكن من الناس كان ضرورة بغيت نعرف، جابوا لي الاسماء اللي تعطات لها الدعم. لا يعقل اسماء ما عندها علاقه بالفن، لا يعقل انه شركات، راه كاينه شركه البني كاينه هي تما. يا وزير الثقافه قبل ما تعطي مليار و400 مليون، شوف هاد الناس كيديروا، شنو المهمه ديالهم، شنو كيديروا؟ العازف مغني بصح، هل صحيح بروديكتور
لان كاين الناس اللي دايرين شركه برودكسيون ما عندهمش برودكسيون نهائيا نهائيا. ثانيا كنعرف بان هذا الدعم هذا ديال هذه المره هذا اللي خرج فيه هذا المبلغ ما نتكلموش حتى من 2008 والدعم تيخرج جوج مرات في السنه يعني جوج مرات في السنه. فين هي الاغنيه المغربيه جوج مرات في السنه تيخرجوا مبالغ باهظه لبعض الاشخاص مع احترامي الناس اللي خداو الدعم. انا ماشي كونتر الناس اللي خداو الدعم ماشي كونتر اسماء انه هناك اسماء معروفه وكتخدم كاين ناس كتخدم وماشي غادي نذكرها ونذكر اسماءها كاين ناس كتخدم وكتعطي انتاج ما كاين مشكل لكن كاين اسماء اللي ما معروفاش نهائيا. من 2008 والدعم تيخرج كيخرجوا ملايير الوقت اللي انا كتكون عندي سهره تبع وزاره الثقافه كيبكيو عليا تيقول لا طفله ما عندناش فلوس ما كاينش عن وزاره الثقافه. عمري في حياتي اقسم بالله عمري ما خدمت في وزاره الثقافه بالثمن ديالي الوحيده وزاره الثقافه الوحيده اللي كنخدم فيها كنخدم بثمن نقص وكيجيبوا الفرقه كنجيب الفرقه ديالي وكيزيدوا الفرقه لان وزاره الثقافه هي اللي كتحكم في المعاهد كتجيب مساكن دراري من المعاهد يخدموا يمكن باطل. كنتفاجئ بهذا المبلغ ديال هذه المره اللي هو دعم استثنائي. ما معناه دعم استثنائي؟ دعم استثنائي سيدي وسمعوني فهموني مزيان وهو انه جا في جائحه كورونا يعني غادي نعاونوا الناس مساكن اللي ما خدامينش هاد الجائحه باش تعاون الناس. سيدي غير عاونوا حنا ما محتاجينش انتاج حنا محتاجين معاونه دابا الناس الناس ما بقاتش ما تاكل راه موسيقيين تبيعوا الالات ديالهم. هاد مليار 400 مليون لو كو كانت تقسم على فنانين كيسعاو دابا على موسيقيين تيعيطوا سنعطيوهم ما ياكلوا حنا ما بقاش حقنا نعطيو راه الله غالب راه ما عايشاش بالفن الحمد لله والشكر لله عشنا بالفن ودخلنا به الكنيسات لو كون ما عملتش علاش نرجع كما كيقولوا لو ما كانش الحمد لله جوج بيان ما في وكنعرف بحق الزمان وكنعرف بحق الفنانين اللي مساكن ماتوا كيسعاو خارج المغرب ماشي يعني في مصر كنسمعوا فنانين وممثلين وهذا كيعمل الانسان علاش يرجع علاش باش يوكل راسي يوكل الناس اللي خدامين معاه وكلو كنديروا هنا شركات هنا كذا كره ما لقيناش باش ناكلوا الوغ شحال قدنا نعاونوا علاش وزاره الثقافه ما تعاونش الناس علاش هاد الدعم ديال مليار و400 راه كتخرجها الفم بزز في هاد الجائحه هادي يعني راه كاينين طبال وغياطه ما لقاوش علاش باش يخدموا فيهم راه خصهم ياكلوا قسموك وقسمتهم بلا دعم ما ديرليش الدعم الاستثنائي يا وزاره الثقافه ما ديرليش الدعم الاستثنائي دير فرقه سيدي جيبوا ناس من حقكم شوفوا الجهات شوفوا العملات شوفوا المجالس وشوفوا الناس اللي كتخدم لي فنانين هادو اللي ما عندوش من ياكلوا راه الناس كتموت بالجوع راه فنانين كيبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا. تجي مليار و400 مليون تفرق على اسماء غير معروفه واسماء عندها اوكي عطيتهم فلوس. بغيت انا دابا الان كنطالب بالانتاجات لان شوف الا غادي نسقت انا على هذا الشيء كنطالب رواد الفن بصح يعاونوني في هذه القضيه لان ما خصنيش تسكت على هذا الشيء ما خصنيش تسكت. اولا كان الدعم هاد الدعم الاستثنائي قال لك اللي كانوا غنقولوا بعدا انا ما عرفت ربما قال لك اللي فايت دار دعم خصو عامين عاد يدير دعم اخر مي كنشوف انا ما عمري بحثت مليون بحثت ولا والله العظيم عيانه بحثت لان ضرني قلبي ولا غنسكت انا ويسكت هذا ويسكت هذا سا سي ترو الوغ كاين الناس اللي كتاخذ دعم كل مره الدعم كيجيبو كيديروا فيه ثلاثه الاغاني اربعه الاغاني حتى تسعود الاغاني عطوني الله يرحم والدينا هاد الاغاني بغينا الاغاني بغيت لان انا ولا كان هاد وزاره الثقافه خرجت الدعم باش تساعد الاغنيه المغربيه بغيت نسمع الاغاني انا بغيت نسمعهم كلهم نسمعوا مني انا غير من الجمهور بغينا نسمعوا الاغاني كلهم اللي تعطى لهم الدعم من 2008 اما دابا خصهم يتسمعوا وهاد الدعم اللي تتعطى انا اغنيه بالفرع تنديرها كتفوش لي 6 مليون لان انا كفنانه كبيره كنقولوا الحمد لله يعني غادي نخلص الموسيقى مزيان غادي نخلص الناس هذاك هو الربح اللي غيربحوا مني يا سهره يا غندخل الاستوديو تعطى مبالغ وتجيو تقولوا اغنيه وما كنسمعوا حتى اغنيه راه عباد الله راه خصني نعطيكم اسماء انا عمري ما سمعت انا فنانه في المغرب وكنعرف اغنيه مغربيه هذا دعم اغنيه مغربيه وحده راه ساكنه في القاهره وخدات الدعم يعني حاولوا تفهموها شويه يعني عييت ما نحاول وكلشي تيقول لك ما تنوضش عليك الحال شنو هذا الحل هذا اللي غنوضوا علينا ما نوضناه في هذا الشيء هذا راه العسل تيدفق في الارض وحنا ما موكليش منه الناس انا ما تنهضرش على باش ناخذ انا ما عمري لان باش نكون واضحين هل يعقل لطيف رأفت عبد الله بكالي اسماء كبيره في الفن نحط اغاني ديالي في اللجنه يحكم عليها واحد كان موسيقي عندي عنده 17 عام كبر معايا وكبرته معايا مع احترامي لبعض الاسماء اللي راها موسيقيين كبار وموسيقار كبير سي مسافر كركي راه مع اللجنه لكن انا كنعرف كاين موسيقيين وكاين ناس اللي انا مع احترامي لهاد الناس ما نعطيكمش تحكموا لي على 35 عام باش عاد يقبل لي وزير الثقافه الدعم باش يعطيه لطيف رأفت انا الدعم خليت والناس اللي عاد بداو
وخليوا الناس يسترزقوا الله. لكن هذه المره ضرني قلبي بزاف، راه ما ضرنيش حتى ما عمرك قال لي انا كون بغيت الفلوس غنمشي ندق على الوزير وغنقول له انا كرائده الفن المغربي وكفنانه كبيره في البلاد راه خصك دير لنا مبلغ اما عام كل عام اما شهريا، لان حنا اللي خرجنا الاغنيه المغربيه وحنا سعد مجرد مع احترامي الاسماء الان اللي تعطات لها شهر الاغنيه المغربيه، هل شهرها بالدعم؟ شهرهاش بالدعم، شهرها من جيبو الخاص، المال الخاص، وكذلك اسماء اخرى. حنا كنجلسو سعد لان دابا الان ولا بغينا كرهنا بغاو كرهو الشباب، سي الان هو الواجهه ديال الاغنيه المغربيه خارج الوطن، لان كنشوفو شنو كاين وكنتهضرو مع فنانين كبار في خارج الوطن وتتكلموا على سعد اكثر من كل اكثر من اسمي انا، اكثر من اي اسم. كيبقى عبد الله الدكري نعيم مسيح، عبد الله بخيات رواد الكبار هذوك كيعرفوهم يعني تربوا عليهم، وليد توفيق تربى على صوت عبد الله الدكري، عبد الله بخيات. لكن يا سعد وزير الثقافه انا عمري ما تكلمت بهذه اللهجه، لكن على الان غنتكلم عليها. راجع نفسك مزيان وشوف هاد الفلوس كيمشيو، وعتقوا الناس اللي كتموت بالجوع. مين عندك مليار 400 مليون تدفقها هكذا تمشي هكذا في الخوا؟ فانا الان كنطالب بحقي، كنطالب بلاميتيال ديالنا، كنطلبوا الشهريه ديالنا. انا بغيت نعرف لمن كنتمي، هل كنتمي لوزاره الثقافه؟ هل كنتمي لوزاره الداخليه؟ هل كنتمي لوزاره السياحه؟ راه حنا باش يعرف الجمهور الكريم، راه حنا ما عندنا حتى شي وظيفه ولا وظيفه، ما عندنا لا سي ان اس اس، ما عندنا انا بون عندي، انا عندي شركه كندير فيها، عندي لا سي ان اس اس ديالي بون، انا ولي زوطخ والناس الاخرين، راه ما عندنا ميتيال، ما عندنا ضمان اجتماعي، ما عندنا تقاعد والو. نهار اللي كنمرضو كوما كنسحب جلال الله ينصرو، كيسافتنا الشيخ زيد ولا كيسافتنا المحكمة نيت خصنا ندوزو في المحكمة العسكرية، ندوزو نمشيو للشيخ زيد ولا المستشفى العسكري، راه ما عندناش باش نتعالجو أو ما عندناش باش نتعالج. الحمد لله والشكر لله، ديما ما كنشاركش نفسي تنقول الله مسك عليا الحمد لله، يا بقليلي بكثير مما كنلحقش، لأن كنت كنقول غيجي واحد الوقت غنبغيو نلحقو، ما عندناش. علاش وزارة الثقافة ما تقننش هذا الفن وتوظف الناس؟ ودفوا الناس عاود ما تكربوا لهم، شنو نديروا الرميد؟ نديروا حتى حنا الرميد، نوضوا الفنانين حتى هما يديروا الرميد، نوضوا الموسيقيين يديروا الرميد. عباد الله شيء يبكي، راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم، راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا، حرام عليكم. راه الناس اللي كتخدم في الاساس اجواء كتموت بالجوع، حرام. مليار و400 اجي درست ورقه وستيلو واعطي كل واحد 10000 ريال، راه حرام، راه حرام عليكم هذا الشيء. لهذا الله يخليك، راه هذا منكر. ورجعوا نفسكم، وانا طالب بالانتاج من 2008 بغيت، لان علاش انا ملي كنبغي نتاع علاش كتكلمونا ما كتنتجوش، ما عندكمش اغاني، ما عندكم علاه خصنا ننتج؟ واش غنوكلوا راسنا؟ واش غادي نوكلوا الناس اللي خدام معانا؟ واش غنصدقوا على الناس؟ انا بعدا ما خدمتش هادي عامين، القليل اللي خدمت علاش انا كان مغضب علي، لان كنت مع الناس، كنت مع الشعب في النهار اللي درنا المقاطعه، فجميع مهرجانات غضبات عليا، حتى حد ما دخلني، تظهرت المغرب ولا كلشي، لان لطيفه مع الشعب، فكاين مهرجانات ما خدمتش لطيفه، الا سمعتوا اللي خدمت، خدمت اشياء اخرى خاصه عن شركات او شي حاجه، اما اللي كان ضد مقاطعه بيتي ما تخدمش، وما خدمتش، وكان مغضوب عليا، فلهذا عييت ما نسكتش، عييت ما نسكتش، ما كنطالبوا غير بحقنا فقط، طالبوا بحق الناس اللي راها كتموت بالجوع. وشكرا.